لدى استقبال سموه لعدد من أفراد العائلة الملكة الكريمة والمسؤولين بالمملكة، أشاد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، أشاد بما تزخر به الذاكرة الوطنية من تاريخ يعكس عراقة وأصالة البحرين وشعبها، مشيدا سموه بالجهود المخلصة التي يبذلها أبناء الوطن في حفظ التاريخ والتراث الوطني وتوثيقهما. وأشدد سموه على أهمية التحلي الدائم بالوعي وأن نأخذ العبرة من الأحداث التي تجري من حولنا وأن نكون أكثر تصميما وإرادة على الوصول بالوطن إلى ما نرجوه من تقدم ونماء. كان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم عددا من أفراد العائلة الملكة الكريمة والمسؤولين، حيث تطرق سموه معهم إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية. خلال اللقاء أشاد سموه بالصحافة البحرينية وما تبذله من جهود في خدمة قضايا المجتمع والتعبير عن تطلعات المواطنين وآرائهم، معربا سموه عن تهانيه لصحيفة البلاد البحرينية بمناسبة مرور 10 أعوام على صدورها، ومشيدا سموه بما حققته الصحيفة من إنجازات عززت حضورها على الساحة الإعلامية محليا وإقليميا، عكست ما تتمتع به من مكانة لدى القارئ البحريني، ومتمنيا سموه للصحيفة وجميع القائمين عليها دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم الصحفية. إلى ذلك جدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر التأكيد على موقف مملكة البحرين الداعم والمساند للمملكة العربية السعودية الشقيقة ومناصرتها في مواجهة ما تتعرض له من حملات ظالمة تستهدف النيل منها، ودعا سموه الأمتين العربية والإسلامية إلى أن تقف بقوة إلى جانب المملكة العربية السعودية وتساندها تقديرا لما قدمته في خدمة العالم أجمع وما تعبر عنه من مواقف قوية وشجاعة إلى جانب قضايا الحق والعدل في كل مكان.